ال 238 قطعه دول اختفوا اتسرقوا يعني؟ طبعا، لان انت يعني انت عارف شو انت شايف ظروف البلد فيها ايه، وكمان خاصه ان احنا كمان برضو ان احنا كان عندنا عدد حراسه والمخازن غير مؤمنه، واحنا رفعنا ورق في الكلام ده. يعني ما بين القطع ما بين ايه وايه؟ قطع متنوعه كلها، يعني ما بين قطع حجريه وما بين قطع صغيره زي البغران والامور دي كلها. يعني موثقه هذه القطع؟ مش كلها، يعني عندنا 33 منها قطع موثقه والباقي كشف دراسه، قطع للدراسه. انا بشكرك دكتور احمد جابر مدير متاحف ميت رهينه.